ليس كل العلميين مجرمين، ليس كل السنة مع السمرة، ليس كل الأكراد الخصاميين. نحن أكيد مع كل الحركات الثورية اللي عم بتصير. أنا أخذت من أحلام من الساحل، أنا صار لي هون 4-5 سنين وعايشة معك، عايشة بيناتك، عايشة مع أهلي ومع أخواتك. أنا إلي الشرف، إلي الشرف أن يكون بيناتك. طبعا أنا عايشة هون مرتاحة مبسوطة. رسالتي الأولى اللي بحب وجهها لأهلي الساحل أن يقول أنه هون أهلك وهون ناسك، والثورة مانا طائفية نهائيا. الثورة النظام اللي بده يقلبها طائفية، نحن مانا طائفية، نحن شعب مانا طائفة. نحن على طول كنا ندعي للوحدة وللحرية، وهذا اللي كان بدنا اياه. نحن بحياتنا ما حكينا بالطائفية لا هلا ولا بعدين. نحن طائفة وحدة، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، واحد واحد واحد. أنا أحلام من الساحل، أنا حاليا بالشمال السوري وصار لي حوالي 5 سنين. أنا أول شيء رح أتشكر يعني أهلي وأخواتي وشعبي، يعني أهلي بالنتيجة أهل بلدي وأخواتي اللي احتضنوني هون بالمنطقة، وأنا علوية ما خلوني أحس بهالإحساس نهائيا. كتير اهتموا فينا طبعا من كل المدن، بتشكرين كلين أول شيء. ثاني شيء يعني بدي أحكي بنقطة أنه النظام عم يعطي فكرة للي تحت حكمه أو بمناطقه أنه السنيين بدهم يدحوا العلوية وما يدحوا العلوية. فأنا بأكد ضد هالفكرة، وكل وصل صوتي لإخواتي بالساحل يلي ضل مني من إخواته أنه السنيين لا راح يدحوكن ولا راح يأذوكن. وأنا بيناتن صار لي 5 سنين ما حد يزعجني بكلمة، يعني حتى الحجاب ما جبروني فيه ولا جبروني بشيء. يعني أنا الحجاب حطيته بس هلا هيك. يعني أنا بتمنى إنه ينعرف إنه على شغلة المؤامرة وهالأحداث اللي عم بتصير هاي كلها شيء أغلبيتها من النظام وأغلبيتها من دول ثانية إلى مصالح بهالشيء. نحن كل حياتنا لم نحكي بالطائفية ولا نعرف طائفية ضمن بلدنا ضمن شعبنا. نحن أهل ونحن أخوات الحمد لله، ومهما عملوا رح نضل أخوات. وأنا أشيت لهون يعني ما لاقيت إلا كل خير. طبعاً أنا ما لحالي هون، أنا في غيري علوية هون بس ما بيتجرؤوا بصراحة يحكوا من هون بالشمال لأنه إلين أهالي هناك. طبعاً الأحداث عم بتصير هلا كلنا يعني كلنا مبسوطين فيها، كلنا بنفتخر فيها، كلنا يعني بنتأمل إنه من 2011 كانت تخلص وكانت تثبت وكانت غير يعني ما يصير اللي صار. بس يعني ما بعرف هيك قدرنا نحن الشعب السوري. فالأحداث عم بتصير حالياً والثورة الجديدة اللي عم بتقوم حالياً، يعني في كتير من الطائفة العلوية، أنا بتلكن الطائفة العلوية في كتير منا معكين وكتير عم بتأيدكن، بس للأسف ما عم يسترجوا يحكوا، ما عم يسترجوا يطلعوا الصوت، لأنه أنتم شفتوا اللي صار بأحمد إسماعيل وبغيره. فما حدا بيسترجي يحكي إن كان هون بالشمال ولا إن كان هناك. فنحن معكن ونحن مع الثورة، نحن ضد الظلم، نحن ضد كل أي ظالم بالبلد. بدنا وحدة وطنية ونحن أخواتي رح نضل دم واحد بإذن الله. الساحل المشكلة بالساحل ما مشكلة من 2011، نحن مشكلتنا بالساحل من سنين طويلة، يعني لأولاد الساحل هن اللي بيعرفوا المشكلة. فنحن مشكلتنا من زمان، من قبل 2011 بالساحل. يعني في ظروف كتير ضغط علينا وكتير، ما بس من هلا، من زمان كتير ممكن يقولوا، بس للأسف راح تكون أعداد قليلة. أنا برأيي راح تكون أعداد قليلة، لأنه أنا قلت لك يعني ضغط هناك كبير عليهم كتير. رسالتي الأخيرة لطائفتي ولأهل الساحل إنه الثورة ضد ناس محددة من الساحل، ضد ناس محددة من النظام، ضد ناس محددة من الطائفة، السياسيين بالتحديد، الظلام بالتحديد، ما ضد الطائفة كلها. وأنا عشت مع هون الناس وبعرف شو عم بيصير وبعرف اللعب اللي عم تلعب صارت. فاللي هون أنا بحكي يعني
ومتقدم الحكي انه لا ضد العلويين لا ضد الطائفة، بس ضد العلويين السياسيين، العلويين المشتركين بظلم الشعب. هاي رسالتي الأخيرة.